وايضا التمكين يعني يلعب دور مهم جدا في موضوع الشراكات، واللي احنا معنا الان مداخله هاتفيه مع سمو الامير نوف بنت عبد الرحمن ال سعود رئيس مجلس جمعيه لاجلهم لذوي الاعاقه. حياك الله سمو الاميره. هلا وسهلا، حياكم الله، يا اهلا وسهلا. بدايه سمو الاميره، تعلمين ان التنميه الانسانيه ومنها تنميه الايتام بحاجه الى تضافر الجهود. كيف اسهمت شراكتكم مع جمعيه غراس لرعايه الايتام بمنطقه جازان في خدمه وتنميه اليتيم؟ يعني الشراكات أنا أؤمن فيها، جمعيتنا إحنا نخدم الأشخاص ذوي الإعاقة، ولكن مشاركتنا مع جمعية غراس ساعدتنا للأيتام المعاقين معهم. وأنا أؤمن بدل ما الواحد يفتح عدة فروع في عدة مناطق، إحنا هذا مثل فرعنا عندهم، يقدموا مبادراتنا، يقدموا يعني، والجمعية بالعكس أدت يعني دورها بأكمل وجه ممكن، أحسن شيء. الله يجزاهم خير على القائمين فيها، يعني أدوا رسالتهم بصحيح لله الحمد. كيف كانت تجربتكم مع غراس؟ وهل أنتم راضين فعلاً عن مدى تحقيق أهداف هذه الشراكة؟ الحمد لله، بالعكس شراكتنا معهم جيدة ومستمرة ولله الحمد، ويعني أي مبادرات على طول بيننا وبينهم تواصل، بيننا جهات تواصل خاصة، وينفذون المشاريع ننفذها مع بعض، مرة ممتازة ولله الحمد. سمو الأميرة، اليوم القطاع الربحي أو الغير ربحي يلعب دور مهم وحيوي في تنمية الأيتام بمساندة القطاع العام والخاص، كيف تنظرين لمستقبل هذا القطاع؟ الحمد لله مع رؤية 2030 القطاع الغير ربحي نهضة يعني قوية وجبارة، يا رب لك الحمد. صدر الخادم الحرمين الشريفين والأمير محمد بن سلمان أعطونا القوة وأعطونا التولز وانطلقنا مثل ما قال، طموحنا عنان السماء ووصلنا عنان السماء بجميع الجمعية، جميع القطاع الغير ربحي. إذا تكلمت عن تخصصت في الأيتام صارت شيل النظرة أول منهم أيتام وبس حطوهم في مكان لحالهم وسكروا عليهم، لا طلعوا برا، لا خلوهم استقلاليين، علموهم الاستقلالية، علموهم الاعتماد على النفس، علموهم كيف أنهم خلاص يعيش خلاص مستقل. انتهى عمرك 17 أو 18 سنة، أنت وين تتجه؟ نعطيك الأسلحة والتولز وأنت امشي بطريقك. وبالفعل أثبتوا مكانهم، أثبتوا جدارتهم الأيتام، صاروا قدموا المسؤولية وتحملوا، هذا سلاح الوطن فعلا، هم سلاح الوطن. سمو الأميرة، سؤال الأخير، الآن ذوي الاحتياجات الخاصة لهم جهود خاصة، كيف ممكن نسلط الضوء على هذه الجهود اللي أحرزتها الجمعيات المختصة بهم بتقدمهم في مبادراتهم وأيضا البرامج اللي نفذتها لهم؟ أول شيء هم أشخاص ذوي الإعاقة، المسمى الأساسي لهم أشخاص ذوي الإعاقة، صدر فيها من جمعية حقوق الإنسان من عام 2017، وصدر فيها مرسوم ملكي أن الأشخاص هم أشخاص ذوي الإعاقة المسمى الرئيسي لهم. الشخص ذوي الإعاقة عنده إمكانيات وعنده مقدرات ما هي محدودة ولله الحمد، ولله الحمد يعني في جمعياتنا وفي جميع الجمعيات اللي تخدم الأشخاص ذوي الإعاقة فيها إبداعاتهم، فيها إمكانياتهم، لقينا الرسامين، أعمى رسامة، فارس أعمى، قناص أعمى، لما بعدنا عنهم الخوف وعطيناهم التوز أمتدوا، عرفوا يشلون، غير التوظيف، غير عندنا تدريب منتهي بالتوظيف، أبدعوا في الإنتاج الزخرفة الجبسية، في أشياء كثيرة يقدرون ولله الحمد. يعني خلق مع رؤية 2030 الواحد ما عاد يقدر يتكلم، يعني كانت أول أحلام صارت واقع ولله الحمد. ولله الحمد، فعلا مع رؤية 2030 الواحد صار ما عاد يتكلم، فلكل الأحلام صحيح. أصبحت واقع. شكرا، شكرا لك سمو الأميرة نوف بنت عبد الرحمن آل سعود رئيس حياتي. مجلس جمعية لأجلهم لذوي الإعاقة على هذه المداخلة. نعود لك أستاذ ناصر، مداخلة سمو الأميرة وهذه الشراكة اللي كانت مع غراس، أحكي لنا عن هذه التجربة. الحقيقة تجربة فريدة كانت، وخاصة بحضور سمو الأميرة لما في زيارتها مؤخرا إلى منطقة جازان، أسفرت هذه الشراكة عن توفير الإسكان لبعض الأيتام من ذوي الإعاقة، وتفضلت الحقيقة سمو الأميرة في أثناء زيارتها للمنطقة بتسليم مفاتيح هذه المنازل للأيتام من ذوي الإعاقة. الحقيقة كانت شراكة جميلة، شراكة رائعة، تجلت فيها الحقيقة تضافر الجهود ما بين الجمعيتين، ونتطلع الحقيقة للمزيد من هذه الشراكة ومن هذا التعاون بإذن الله تعالى. أنا الحقيقة أشكر سمو الأميرة على حضورها للمنطقة والاطلاع عن قرب الحقيقة على عمل الجمعية،
وعلى الجهود التي تبذل من الجميع. فعلا جهود وتعاون مثمر بهذه الشراكة.